أهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة من خارج الحدود، نبدأ مع حضراتكم من فرنسا. ألقت شرطة باريس القبض على رجل قفز من برج إيفل بالمظلة، ونقلت شبكة CNN أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل الشهير قبل أن يقفز باستخدام تلك المظلة. وقالت الهيئة التي تدير برج العاصمة الفرنسية أن الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات إيقافه عن القفز باءت بالفشل. وهبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من البرج قبل أن تعتقله الشرطة، مبينة أن افتتاح البرج تأخر قليلا صباح اليوم بسبب الحادث. ولم تكن تلك الحادثة الأولى التي مرت على البرج خلال الأسبوع الحالي، ففي صباح الاثنين الماضي فقد تأخر افتتاح برج إيفل أيضا بعد أن عثر مسؤول الأمن على سائحين أمريكيين نائمين في النصب التذكاري، كما أدى إنذار أمني بسبب مخاوف تتعلق بوجود قنبلة السبت الماضي إلى إخلاء 3 طوابق من البرج ذاته لبضعة ساعات. ويعد برج إيفل أحد المعالم الأكثر شهرة في العالم، حيث تم بنائه ما بين عامي 1887 و1889، وذلك للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية، حيث يبلغ ارتفاعه 1083 قدما ويستقبل حوالي 7 مليون زائر سنويا. أما في ألمانيا فقد أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون مثير للجدل، والذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على ذراعة استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية. ووفقا للقانون فسيكون من الممكن من سن 18 عاما شراء وحيازة ما يصل إلى 25 جراما من الحشيش، ويعتبر هذا القانون هو أحد أكثر القوانين ليبرالية في أوروبا، لتنضم إلى مالطا ولوكسمبورغ اللتين أجازتا الاستخدام الترفيهي للحشيش في عامي 2021 و2023 على التوالي، كما خططت الحكومة الألمانية لحملة وقائية للشباب من تلك المخدرات. ومن الولايات المتحدة الأمريكية فقد هاجم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق سياسات إدارة بايدن الاقتصادية خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، والتي تحدث فيها ترامب عن الانتخابات وذلك للفوز بولاية ثانية غير متتالية في الانتخابات المقررة عام 2024. واعتبر ترامب أن فقدان الدولار لهيمنته عالميا سيكون أكبر من خسارة أي حرب أخرى، وحذر ترامب من فقدان تلك الهيمنة قائلا إن بلادنا ستذهب إلى الجحيم. وأضاف ترامب أن قوة الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من قوة عملتها وهي الدولار. أوضح ترامب بأنه لا يتحدث فقط عن قيمة الدولار، مؤكدا أنه يتحدث عن حجم تداول عملة الدولار في جميع أنحاء العالم. وأكد ترامب أن الصين أن تستبدل الدولار باليوان الصيني، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره. أيضا من أمريكا فقد وجهت مدينة نيويورك موظفيها بحظر تطبيق تيك توك من هواتفهم الرسمية، لتنضم نيويورك بذلك للحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية في حظر تلك التطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين. وذكر المتحدث باسم عمدة المدينة إيريك آدمز أن أبرز مسؤولي الأمن المعلوماتي في المدينة قرروا أن تيك توك يمثل تهديدا أمنيا للشبكات التقنية في المدينة، وأمرت الحكومة الفيدرالية موظفيها بحذف تطبيق تيك توك من الهواتف المحمولة التي قدمتها لهم الحكومة في بداية العام الجاري، وأصدرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أوامر حظر مشابهة لذلك. مستمرين مع حضراتكم في التغطيات الإخبارية الجديدة من صالة التحرير يوم السابع، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء.